أحمد من الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام يا أحمد. إنه أحبك في الله يا أخي. أحبك الذي أحب تنبيته. كيف أحوالك؟ الله يسلمك. والله سؤالي يا أستاذ وسيم عندي مرة مجننتني. ألو. نعم قول. والله مجننتني كل ما بقول لها أنت حلوة وآدمية وبحبك في الله وكذا كذا. بحبك في الله. أحبك الذي أحبك. بتقلي أنت كأنك ها. ناوي تلعب ليلك. بتلف الدور علي. بعد شو نصيحتي لها؟ لا تقول احبك. والله يا شيخنا بجلي لها الجليات ومسح لها البيت وما بسوي شيء لها وملتزم بالبيت والحمد لله ما بقطع وقت صلاه وقت ما خليت. وبوقع دخول وخروج. نعم من لها هالشيء ما عم ترضى بدي نصيحه منك تسمعها هي. هي تسمعك؟ تسمعني ايه. عادي تتكلم مع الهو ولا ممنوع؟ عادي تتكلم مع هي ها؟ يلا سيدي. ام ايش هي ام ايه؟ ام محمود. ام محمود. يا. أعطونا وين راح محمود؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أهلين الشيخ. شو يقول لك أحبك ذو تلعب بذيلك؟ ها ليه؟ لا والله الشيخ فسك أنا شوي يعني بمزح يعني. مزح ها؟ لا تمزحي معه. الله يسعدكم يا رب. الله يخليك يا شيخ. الله يطول عمرك يعطيك العافيه. والله يدين بينك والمحبه والمحبه. الله يخليك يا ربي. شكرا لك. انا اسعد بس لا تجنني دخيلك ترى هو يحبك. الله يخليك يا شيخ. شكرا لك يا شيخ. ان شاء الله. الله يخليك يا رب. سلمي على محمود. الله يسلمك. كم معي انتهى الوقت. والله حلو اقول احبك تلعب ذيلك انت براويك زين اكرهك هي ادري انا عارفه زين استودعكم الله.